تتوالى الأزمات تباعاً في بلد يهوم على النفط وسكانه يغوصون في المعاناة، فمع وجود الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد أزمة اقتصادية جديدة تعصف بالشارع والسوق العراقي في آن واحد، تمثلت بانهيار مفاجئ لقيمة العملة الرسمية وتدهور سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ما أدى إلى اضطراب بأسعار السلع والبضائع في السوق. البنك المركزي العراقي قال إن السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وإن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأمريكي حدد ب 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية. وزارة المالية وعدت بأن قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلاً، والحكومة ستقوم بشكل فوري بدعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر إجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من أجل تعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة. مراقبون أوضحوا أن التحول من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف الزاحف وخاصة في فترات عدم الاستقرار المالي سيؤثر بشكل سلبي كبير جدا على ذوي الدخل المحدود والمواطن البسيط. تيها المحمد، العراقية الإخبارية.